اجتمع الإطار التنسيقي في العراق برئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة الاتفاق الأمني بين بغداد وأنقرة، فيما كشف ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عن أبرز ما اتفق عليه قادة الإطار التنسيقي خلال اجتماعهم بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. قال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الروديني في تصريحات صحفية، قال إن اجتماع الإطار التنسيقي مع السوداني يهدف للوصول إلى تفاهمات مع القوى السياسية السنية لانتخاب رئيس البرلمان، وكذلك تصاعد الهجمات التركية خلال الآونة الأخيرة على الأراضي العراقية. وذكرت تقارير إعلامية عراقية حضور اجتماع الإطار والسوداني كل من مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، فيما نقلت صحف عراقية عن مصادر إثارة الاجتماع لأزمة التنصت على سياسيين من داخل مكتب رئيس الوزراء. وفي الأثناء وقع العراق مع إيران على 14 مذكرة تفاهم في مجالات وقطاعات اقتصادية وزراعية وتدريبية. وفقا لمكتب رئاسة الحكومة العراقية، فقد تم التوقيع على مذكرة التفاهم عن الجانب العراقي وقع عنها وزيرا الخارجية والتجارة ورئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، فيما وقع عن الجانب الإيراني وزيرا الخارجية والاقتصاد. للمزيد من التفاصيل معنا الآن مباشرة من بغداد مراسلنا مصطفى سلمان. أهلا بك مصطفى، يعني ماذا يمكن أن نعرف عن أبرز الاتفاقات والتفاهمات الموقعة هنا، وهل شملت بالأساس يعني ملفات أمنية هنا؟ كما ذكرت رامي، 14 مذكرة تفاهم وقعت برعاية رئيس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني اليوم. هذه المذكرات تتضمن تعاون اقتصادي وتدريبي ومهني على حد وصف بيان الحكومة العراقية، إضافة إلى إدارة السياحة الدينية بشكل مشترك. كما هو معلوم أن الزيارات الدينية في العراق بالنسبة للإيرانيين تكثر خلال شهر محرم، وقد تصل إلى ملايين الزوار الذين يتوافدون إلى العراق، وإيران تبحث عن إدارة مشتركة لهذه العملية، عملية تفويج، ويبدو أن العراق وافق على هذا التعاون المشترك. لم يتضح حتى الآن إذا ما تم توقيع اتفاق أمني أو إضافة اتفاقات أمنية. العراق كان قد وقع اتفاق أمني مع إيران قبل أشهر عديدة، بموجب هذا الاتفاق يتم إبعاد المعارضة الإيرانية عن الشريط الحدودي مع العراق، وهذا ما يؤكده أيضا بيان قد صدر قبل أيام قليلة من مجلس الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، قال أن العراق قد أبعد أكثر من 70 مركز للمعارضة الإيرانية المسلحة، وقد سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منهم وأبعدهم إلى مناطق بعيدة عن الشريط الحدودي وفق اتفاق أمني مشترك ما بين العراق وإيران. إلى جانب ذلك، الرئيس الإيراني الذي يزور العراق وتستمر زيارته إلى 3 أيام، يعني سيلتقي قادة في شمال العراق وتحديدا في إقليم كردستان، سيناقش أيضا ملفات عديدة تتعلق بالجانب الاقتصادي الذي يصل مع العراق سنويا إلى أكثر من 5 مليار دولار، وأيضا في الجوانب الأمنية الأخرى، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الأمني على الشريط الحدودي ما بين أربيل والسليمانية. نعم. الملاصق لإيران. أيضا مصطفى، فيما يتعلق بالاتفاق الأمني مع تركيا هنا، فيما أو في ماذا تتمثل ربما أهم الملاحظات في هذا الموضوع؟ النواب العراقي في مجلس النواب العراقي يعني دعوا إلى استضافة وزير الدفاع العراقي بعد يعني توقيع مذكرات أمنية مع الجانب التركي. بموجب هذه المذكرات سيتم الإبقاء على مراكز تابعة للجيش التركي في مناطق شمال العراق. يقولون النواب العراقيين، أقصد، يقولون إنهم إن على تركيا يعني وضع جدول زمني واستخدام مصطلحات واضحة في هذه الاتفاقية الموقعة مع العراق، ووضع جدول زمني للانسحاب، أي لا يتم الموافقة على إبقاء
قواعد عسكرية ثابتة للجيش التركي شمال البلاد، وعلى هذا الأساس يبدو أن هناك تحرك برلماني منذ أسابيع قليلة لاستضافة وزير الدفاع العراقي وقادة العمليات وأيضا قادة في الحشد الشعبي للموافقة على هذا الموضوع. نعم، شكرا جزيلا لك مصطفى على كل هذه التفاصيل والمعلومات. إذن كان معنا مباشرة من بغداد مراسلنا مصطفى سلمان.